مرحبا بكم، أنا اسمي محمد. هناك مجال للتقارب بين جناحي الأمة الإسلامية، حيث يتفق السنة والشيعة على أن الدين عند الله هو الإسلام، وأن الطريق إليه كتاب الله وسنة نبيه، وأن القرآن هو الذي بين الدفتين دون زيادة أو نقصان، وإن اختلفوا في شيء في بعض أسباب النزول أو في فهم بعض الآيات، لكن مع هذا الاتفاق يختلف الشيعة في أشياء سنتطرق لها في هذه الحلقة. المهم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولنبدأ. الاختلاف الأول هو معرفة الله ورؤيته. بعد أن اتفق الشيعة والسنة على أن معرفة الله واجبة على كل إنسان، واختلفوا في مصدر هذا الوجوب، هل هو العقل أو الشرع؟ قال الشيعة أن معرفة الله تجب بالعقل لا بالشرع، وأضافوا أن رؤية الله محال وغير ممكنة لا في الدنيا ولا في الآخرة، بينما رأى السنة أن معرفة الله تجب بالشرع لا بالعقل. أما بخصوص رؤيته فقال بعض السنة رؤية الله ممكنة في الدنيا والآخرة، والبعض قال بإمكانها في الآخرة فقط. الاختلاف الثاني هو السنة الشريفة. يتفق السنة والشيعة على مكانة النبي الكريم وفضله وعلى وجوب العمل بالسنة النبوية، ولكن اختلفوا في طريقة ثبوتها. الاختلاف الثالث هو الخلافة. الشيعة تعتقد أن الخلافة بعد الرسول إنما هي للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن بعده تكون الإمامة للمعصومين، وأن الرسول هو الذي حدد ذلك، بينما يرى السنة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات ولم يحدد للأمة الإسلامية خليفة من بعده. الاختلاف الرابع هو العصمة. يرى الشيعة بأن الله أعطى للأنبياء العصمة ثم للأئمة ليكونوا دليل المسلمين ومرجعهم، بينما يعتقد السنة بأن العصمة فقط للأنبياء. أما الاختلاف الخامس فهو الصحابة. يعتقد كل من السنة والشيعة أن الصحابة بشر يخطئون ويصيبون، إلا أن الشيعة يعتقدون بأن الصحابة منهم العادل والفاضل ومنهم المنافق والفاسق، بينما يرى أهل السنة والجماعة بأن الصحابة كلهم عدول ثقات. الاختلاف السادس هو أمهات المؤمنين. يرى الشيعة أن أمهات المؤمنين منزهات عن الردائل، إلا أن عائشة خالفت شرع الله وخرجت على إمام زمانها، بينما يتردى السنة عنها ويعتبرونها من أحب الناس إلى الرسول وزوجته في الجنة. الاختلاف السابع حول المهدي المنتظر. يتفق كل الطرفين على ظهور شخص صالح سوف يملأ الأرض عدلا يلقب بالمهدي المنتظر، لكنهم يختلفون حول شخصيته، حيث يعتقد الشيعة أن المهدي هو محمد بن الحسن هو الإمام الثاني عشر، بينما يعتقد السنة بأن المهدي هو شخص اسمه محمد ويكون من نسل فاطمة الزهراء. الاختلاف الثامن هو التوسل بالصالحين. بينما يرى الشيعة جواز الاستغاثة بالعباد الصالحين كالأئمة والأنبياء، اختلف علماء السنة في هذه المسألة، منهم من يرى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، ومنهم من يرى جواز التوسل بالنبي محمد فقط، ومنهم من يحرم التوسل تحريما. الاختلاف التاسع هو زواج المتعة. يرى الشيعة أن زواج المتعة مباح، بينما يرى السنة أنه حرام بالمطلق. الاختلاف العاشر هو حول الآذان. آذان الشيعة يختلف عن آذان السنة، حيث يحتوي الأول على زيادة وأشهد أن عليا ولي الله. وفي النهاية أعزائي المتابعين، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، وأيضا لا تنسوا إعطاءنا آراءكم في التعليقات حول الاختلافات بين السنة والشيعة، وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.